هلا والله بالاساطير الترا باور، معكم رجعت لكم اليوم مقطع جديد. مقطع اليوم تنكرنا على اساس انه من هو بيب فورتنايت وقدرنا نفوز اخيرا، يعني دائما بنعرق بنفوز ايش، وهاي المره سوينا حلنا من هو بيب وفوزنا، فشيء غريب. فما بدي اطول عليكم، ما تنسوا تستعملوا كود UP544 في الايتم شوب اذا حابين تدعموني، هذا الكود كثير راح يعني لي، وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما ينزل مقطع جديد يوصلكم. وبس ما اترككم مع المقطع واستمتعوا. طبعا اول شيء عشان تسوي حالك نوب بفورتنايت لازم ما تحط ولا سكين حرفيا. يلا احنا هلا مستعدين عشان تفوز جيم فورتنايت، ليتس جو. شوف تدخل جيم بشكل عادي ما في ولا اشي، طبعا هلا بتسوي حالك متفاجئ من الباص انك يعني اول مرة بتنزل اللعبة. واو باص جديد، شو هذا باص اللي عليه بابا نويل، اول مره بشوفه هيك. سوي حالك اول مره بتلعب اللعبه، تنزل هون هيك. ليش هون؟ كيف ما حدا يسال، بس هون انزل. تمام، بتختار لك بيت في الشيء حدا نازل عليه هيك، عاضه بيت لحاله في الشيء اي حدا نازل عليه يجي. بتمسك هاي المينيز استغفر الله. طبعا ما بتشرب البيج على طول، بتلاقي مينيز بعدين بتشرب البيج، يعني بتشرب المينيز بعدين البيج. طلع معي لقيت تكتيكال هون مثلا، هذا ال اس ام جي مفروض انه في شست هون بس مو عارف ليش شالوه. هيك حمزة اجى يصور مقطع شالوا الشست. طبعا اذا ما لقيت مينيز خلاص اشرب البيج، الله يعوضك. في ناس هون، حاول الدرعم على القتال. هيك اعطي وحده، تمام. هيك ما حدا يسالني ليش استعملت الشوك ويف، استغفر الله العظيم. ميت كيت، دبل ميت كيت. الاس ام جي احسن من التشارج. اعطيني واحد عشان نقتله. اوه اغراض مايدس، اغراض مايدس. طب شو جاب هون؟ والله غريب. وين في ناس عشان نقتلهم. يلا طبعا من هنا انت بتدور على سيارة عشان تروح الزون، بنفس الوقت تلاقي الشخص اللي بدك تقتله، بس انا هنا مو قادر الاقي اي سيارة، مو عارف ليش. سيارة اوكي، لقيت سيارة حمراء في هذا الويكند، بس السيارة الحمراء احسن بكثير، يعني اسرع وما بتستهلك بنزين. اوكي نروح للزون، وبنفس الوقت بنمر على هذا الشخص اللي اخذناه عشان نقتله. وات، في حدا قتله بس عادي تحتسب لنا النقاط. بوتين بتقتلوا مع بعض، مشهد نادر فورتنايت.
اسلحتكم واشفطوا اشفطوا اللوت. اوكي باقي 36 واحد، والله قربنا ندخل الزون، قربنا قربنا كثير. اشرب الشيلد، اي فطر بتلاقيه على الارض خده عشان تشرب الشيلد. طبعا ليش تشرب الشيلد وانت معاك مينيز؟ ما تسهل، بس سوي. استغفر الله العظيم، لك يعني تحاول تجمع موارد لحد ما تملي فل كل اشي، يعني 3 تسعات خشب، 3 تسعات طوب، 3 تسعات حديد، كله 3 تسعة. اوكي دخلنا الزون اخيرا، دخلنا الزون الحمد لله والشكر. الزون والله قريب، والله كان قريب. في طيارات؟ يب والله في طيارات. خلينا ناخذ هاي الطيارة. وين في ناس؟ ورجوني الناس، ورجوني الناس وينهم، بس خلينا نطلق عليهم. الناس وين؟ الناس وين؟ يا سلام، حتى الطيارة صار فيها بنزين. لا إله إلا الله. لا لا يعطيكم العافية، ما في بنزين؟ اوكي على اي حال اصلا قربنا نوصل للزون يعني. لا ما لقيت مكان اهبط فيه الا هذا، استغفر الله العظيم من هاللعبة اللي معفني. تعال 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 يا معفن، انا بعلمك الادب. يلا بس موتوا يناض. هذا بوت ولا واحد؟ لا والله واحد. خلاص يبقى خلاص خلاص خلاص، اصبر يا ابن اصبر. أخيرا، واو. لا هذا منطق كثير، لا كثير حنلاقي طيارة هيك طافية جوا البحر مستحيل تغرق. يب هذا منطقي، شكرا فورتنايت على المنطقية اللي في لعبتك. باقي آخر 16 واحد، والله شكلنا حنفوز، والله شكلنا حنفوز. ما عليكم ما عليكم، روح على نص الزون حتى مش حزن. في واحد واحد Thank you.
لا كل الجهات كل الجهات خلط. يا الله باقي اخر تسعة يا شباب باقي اخر تسعة. ما معي اي شيء اسمه هيل. موارد والله معدوم الموارد بعد اللي طلقوا عليها هذول المعفنين. شكرا اخيرا لقيت باندج. باقي اخر ستة يا شباب باقي اخر ستة والله. شو بسوي هذا المعفن؟ تفضل الرصاص. الحمار شو هاي قنابل؟ قاعد بربيع حاله قنابل الأهبل. Let's go double kill. ذكاء هون ذكاء مخ شغال. مية واربعة وخمسين. 200. يا الله قنبلة جديدة. وينك يا معفن؟ باقي اخر ثلاثة شباب باقي اخر ثلاثة. يا الله اخر ثلاثة يا شباب يمكن نفوز الجيم في احتمال كبير. اوكي لقينا واحد. لا محترف يا شباب محترف طلع محترف. خلاص اطلع طلع حالك. يا شباب ثاني ايش اللي ورا؟ الثلاثة لا هذا بص يا الله البص وآخر ثلاثة كلهم هاي. طلع المعفن سكاي بيس مسوي. والله لا علمك معفن الشغل والله لورجيك.
باي الله يرحمك. وي يقطع حظك. يلا ليتس جو فوزنا الجيم اخيرا 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 فوزنا الجيم من اول محاوله فوزنا جيم اخيرا